شوفي الله يخليك، نعلي الشيطان هي انتي، واخر مره تدخلي فيا حيت انتي ما عايشاش الوضع اللي عايشه انا دابا، حيت انتي خوك تجي منه. عمرك ما تقولي بنت الناس، ديما تيبانوا ليكم خوتكم هما الواعرين. ولا الليله بغيتي تصنتي على خوك وسامعي ليا، انا نكمل لك في الاوديو الاخر، باش هاد المره بغيتي تبغي تدخلي بالخيط الابيض اللي قلتي تتشوفي بعد الاوضاع كي دايره، عاد جيبي الخيط الابيض ديالك، فهمتيني؟ عرفتي هذاك خوك اللي جالسة تقراي لي الزبور عليه؟ ما حمداش الله ومالو ومهلي فيك وما خاصك حتى خير انا لا، انت راكي ما عايشاش معايا باش تعرفي الخير اللي خاصني ولا ما خاصنيش. انا ماشي كنت جالسه بالجوع في دارنا، راه غا الطوبه تاكل من القوادس، الماكله كاع ما تهضروا عليها. اجي انت الا قدرتي تعيشي هاد العيشه اللي معيشني انا، نعطيك السلام ونقول لك برافو عليك. شي داك خوك اللي تقولي لي انتيا، تيقيل سكران وتيبات سكران وتيصبح سكران، تقدري عليها انتيا؟ دوي عيلا قدرتي عليها انا نقدر عليها. ونزيدك، تيقيل مجيب ليا صحابه، كلشي ضايخ كلشي سكران، وانا خصني نتسخر عليهم بحال البارميطه. ترضيها انتيا؟ الا رضيتي عليها نقول لك ها برافو عليك. اولا غتجيوكم بنات الناس ما خصهم يرضاو بخوتكم، وانتوما تقدروا ترضاو بهذا الشيء؟ غير قولي لي الا رضيتي انت بهذا الشيء رضا به. ادوي انت راجلك تيتعطل غير الساعه تتقوم القيامه، وانا واخا يتعطل بربع ايام ما نهضرش، ويتعطل بخمس ايام ما نهضرش، ويجي سكران ما نهضرش، ويجي مقرقب ما نهضرش. علاش؟ حيت حقه حمد الله، انا اختي حامد الله، وليني نحمد الله على شي حاجه اللي بغاها الله، ماشي نحمد الله على على على, على المنكر. هذاك تتسمى شيطان اخرس، غنبقى نشوف في المنكر ونسكت. ونزيدك انا لا مولاتي، اللي بغيتي تدخلي ليا بخيط ابيض حكا دايره عليا، زعما انت هي الربيعه العدويه، انت ما عندكش مشاكل مع راجلك تيدخل فيك شي حد؟ ولا دابا حيت هذا خوك؟ وعلاش دابا معصبه هكا وتتغوتي؟ انت ديما سبحان الله تتغوتي. يحسن عوانو، شتي هو اللي يحسن عوانو حتى باقي جالس معاك، راه على وجه دوك الوليدات. اما انت والله ما تستاهلي، انا حسبيني حمقه اللي دخلت ما بيناتكم. ما اختي دبري راسك، ملي انت قاده بشغلك دبري راسك، غير واش داير ليك؟ يلا وريني اش داير ليك. السكره الله يعفو عليه، اي حاجه الله يعفو عليه. انت اول وحده راجلها تيسكر ولا تيجيب صحابه؟ ايوا شحال فيك ديال التعطيع، الله يتيحسن عوانو. ما كذبوش اللي قالوها، جيرانك كلهم تيتشكاو منك بالتعطيع ديالك. واعطيني اتساع، واعطيني اتساع عباد الله، اعطيني اتساع. انت وهذاك خوك وجيراني عارفني شتا نسوى، وهما اللي واقفين معايا ومساندني، وما كاينش شي وحده اللي غتقول لك هاد الهضره. هاد الهضره جبتيها غير من راسك، حيت حاقده عليا وما تتحملينيش، وعندك كي سحبت لك عاطياني ما عرف شكون، ورتي راه غشمكير، راه موقفه غب الزز قدام الناس، دايره راجل. وراني بدراعي وولادي غنشدهم في سناني ونخدم عليهم حتى يوليو داكشي اللي بغيت. شتي خوك غيزيدني غاب الكشيفه، خوك زيدني غاب الكشيفه، هو اللي غيخرج ليا على ولادي. شتي ولادي تيشوفوا داك المنظر غيتكفسوا، والتربيه ما غيترباوش، ما يترباوش قدام واحد اللي تيدير هكاك. واش غنعاود ليك؟ واش غنقول لك وما عندي ما نعاود ليك؟ شتي انت ما عندي ما نعاود لك، واصلا ما عندك حتى دخل فيا. عطاني اتساع، فهمتيني؟ عطاني اتساع. ياك اختي تتشمتي فيا، ايوا راه مازال العطي يعطي. عندك يسحبت لك راكي قطعتي الواد ونشفو رجليك، اولا راكي شاده الراجل دايره تحت باطك. راكي ما تشمتي فيا، غيجي واحد النهار فين غيتشمتو فيك الناس. اشنو سحبت لكم عاطيني؟ عاطيني سما راجل ديال بصح، وراه غشماته. وعباد الله واش مدام غول نقول لكم غشماته؟ واش الراجل اللي ما يصرف في داره وما يتفكر ولادو وما يعرف هادي طايبه ولا هادي ما طايباش، واش هاد الثلاجه عامره ولا ما عامراش؟ هذا راجل راني عم خبيها عليكم، كون طلقتو عليكم كون راه فضحكم وقتلكم، انا راه شاده عليكم بالحق. دابا انا غنطلقو ليكم، شوفوا شنو غديروا معاه. انا صافي، انا هزيت يديا، ما عندي ما ندير به، زيدني غير بالكشيفه، غادي مرضني غيدير ليا شي مرض اللي عمرني ما غنتعالج منه، طونسيون ولا يجيني على صغري، حالتي حاله. اشنو اختي؟ وعاد ملي نجي عندكم نتوما نتشكى ليكم تقولوا لي حقه راه راجل. اش من الرجله هادي؟ وريني هاد الرجله.
وإلا كان راجل الله يطليك بحاله، الله يطحليك بيه، الله يجعلك إن شاء الله داك الراجل اللي عندك يولي بحاله. غنشوفك واش غتقولي ديك الساعة، غنشوفك واش غتقولي. ايوا بعدا قاتلك الراجل اللي عندي، وعرفتي انا ما عندي حتى دخل في هادشي. طلقي ولا جلسي ولا تفرقي معاه ولا تضر راسك. شتي انا كل ما كانش خويا قال لي شوفي معاها وهضري معاها باش تبقى في دارها، والله ما نحاشيها لك ولا نهضر معاك، فهمتيني؟ ندير لك بحال اللي دارت لك ماما، عطاتك النخال قالت لك تدبر راسها. راه هو غير راجل يجيب لالاها، يدور التيعيا ويجيب لالاها، فهمتي؟ وانتي اللي شوفي تمرمدي بينات القنات، وديك الساعه اجي عاد بقيت تنحطي وتبكي، ما كاينش كل اللي غي يديها فيك ديك الساعه، فهمتيني؟ ايوا سيري اختي، ملي راسك سخون دابا يبرد. قاتلني راجلك، واسير الله يعطيك غبار انت وياه، واسير طلع ليه شتا يدير. ملي جبتيني دابا وانا نفرقع لك الرمانه، سير طلع ليه شتا يدير، سير قول له كي دايره سميره، راه هو يتبان تا قدامك ديك الساعه. هاي هاي واش تي الرجاله طلعوا ليا في قنتي، بقى ليا راجلك غنغير منك. كون كنت بغيت الرجاله كون راه شله ما يكون، كون راه بقيت مع خوك. واش تي داك خوك نيت قولي ليه الماء والشطابة تبقى على البحر. أنت إلا كنتي راجل، إلا كنتي راجل قرب عندي ونوريك قسما بالله العلي العظيم، ودار بيا مازال مرة أخرى، حتى ندير فيه يديا ما نطلقو نجيب ساعته، فهمتيني؟ وانتي براسك عطيني اتساع هاد التليفون آخر مرة تهضري فيه، ولادي ما تعرفوهمش، أنا قادة بولادي، فهمتيني؟ قادة بولادي وتنقولها وتنعمر بها فمي، عمرني ما غنوقف عليك لا انت ولا ديك امك، فهمتيني؟ حيت في عوض ما غنربي جوج ولاد نبقى نربي ثلاثة، تا خوك نربيه معاهم، وسيروا شدوه ربيوه وعودوا فيه التربية، فهمتي؟ عودوا له التربية من الأول، راه ما مربيش بعدا أصلا وما عنده لا مسؤولية ولا والو. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ضربتوني على الشعة، سحبت لي راجل الطولة والفورمة، قلت هذه هي الرجولة. يوم اللي عاشرته لقيتو شنقول لك، خليني ساكتة. الله يخلص الجميع، الله يخلص الجميع، الله يخلص الجميع. وبقى عاد زايدة في الهضرة وزايدة الطبومباي عليا، هادي 12 عام وانا هزاه، كتافي طاحو في التوامر، نجيب له نلغج ليه ياكل. ايوا دايره بحالو بحال ولادي، فهمتي؟ وفي الاخر تتحلي فمك، امك ما راضياش تهضر معايا، وانا خليت ليها الويل كله غطلصوا عليها، وتحرك دابا تمشي تخدم عليه. تهنيت منكم ومن حريرتكم. اخ